عسلامتكم، أنا الدكتور ربيع نصراوي، الطبيب المسؤول على قسم الكورونا بالقصرين. حبيت نخاطبكم أهالي قصرين، لأني ربما بعد ما عادش باش نلقى وقت باش نكلمكم مرة أخرى. كما تعرفوا عنا 5 حالات جونا من جربة، والحمد لله هما في صحة جيدة. أما حبيتكم تعرفوا اللي العدد الحقيقي بتاع الحالات راهو أكثر بارسة من العدد هذا، لأنه أنت إذا كان تحب تعرف العدد الحقيقي تضرب العدد الحالات اللي فايقين بهم في 30، وهذا موجود راهو بالنسبة للدول الكل مش عنا نحنا برك. حبيت نقول لأهالي قصرين أن نحنا رانا ماناش باش ندخروا حتى مجهود باش نأدوا واجبنا تجاه المرضى الكورونا، لأنه بالنسبة لنا نحن راهو واجب مقدس. وحبيت نقول مرة أخرى لأهالي قصرين، أرجوكم أرجوكم شدوا دياركم وسكروا ببالكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.